بدوره أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن مياه الشرب ليست سبب حالات النزلات المعوية في أسوان، موضحا أنه تم أخذ عينات من المياه وتحليلها ووجد أنها مطابقة للمواصفات تماما. الحقيقة يمكن إحنا بشكل تلقائي يعني على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يوميا من محطيات المياه، سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، والعينات دي بتتاخد من المأخذ، من المياه نفسها اللي داخلة للمحطة، ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقية. والحقيقة يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات كان استطلعنا كل النتائج الخاصة بالعينات والتقارير اللي موجودة، ولقيناها ان هي مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية. وبعد رصد الحالات برضو كثفنا الحملات بتاعة التقارير والنتائج من خلال الشركة القابضة وللمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع ايضا للوزاره، هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزاره لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر. كثفنا هذه العينات ولقينا ان المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وان الحقيقه المشكله مش في محطات المياه.